استاذ عامر حضرتك بس قول لنا ايه موضوع المؤتمر احنا النهارده في الغردقه. موضوع المؤتمر في الغردقه ده اول مؤتمر لجمعيه تحالف ثوار مصر. المؤتمر عن مصر دوله عظمى ومن لا يقدرها علي ان يرحل، لان مصر دوله عظيمه بثرواتها وبابنائها. هنا في البحر الاحمر احنا دلوقتي موجودين عشان نؤكد ان محافظه البحر الاحمر هي اغنى بقاع الارض بالثروه المعدنيه، ومن هنا هتنطلق اول مشروعات جمعيه تحالف ثوار مصر، وهو مشروع التعدين والخاص باستخراج الثروات المصريه من بطن الارض من خلال مشروع الالف منجم. وايضا محافظه البحر الاحمر بتحتوي على كنز من الاملاح من خلال البحر الاحمر الغني بهذه الاملاح، وبرضه في مشروع اسمه الملاحات الشمسيه ان شاء الله ينطلق من هنا. اسماء الحضور المؤتمر، مين المحاضرين؟ مين الحضور؟ على راسهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، وهو احد علماء مصر البارزين، وتم اختياره في العام الماضي احد ضمن افضل 10 شخصيات مؤثره في العالم من مجله نيتشر، وهو جاي يلقي محاضرة عن كيفية إدارة الأصول في المستقبل. وفي أيضا مندوب عن المحافظ، ومندوب عن وزير البترول ولجنة الطاقة والصناعة، ولفيف من العلماء وخبراء التعدين وشباب الثورة. يبدأ إمتى المؤتمر؟ إن شاء الله بعد نص ساعة تقريبا. أستاذ عمر، النهاردة جاي مشارك في المؤتمر بصفتك يعني؟ أنا عضو جمعية تحالف ثوار مصر، صاحبة مشروع مصر، مبادرة مصر دولة عظمى، من لا يقدرها عليها أن يرحل. إحنا بنقول إن هنا مصر دولة عظمى، بنأكد على قيمة الثروات اللي بتمتلكها مصر سواء في التعدين أو في الزراعة أو في الاقتصاد أو في كافة المجالات، وبنأكد كمان على إن ما لا يقدر هذه الثروات، وعلى قدرة إن يحس الشعب المصري إن هناك شعب، إن هذا الشعب شعب غني لا يحتاج إلى الدعم ولا يحتاج إلى المنح، ولكن يحتاج إلى العمل وبدء العمل من الأمس وليس من اليوم. وبالتالي احنا النهارده بنبتدي من الغردقة أول مشروع قومي للتعدين في مصر، وإن شاء الله ياخد خطوات إيجابية وللتنفيذ ويستفاد به شباب البحر الأحمر. شكرا. أنا اسمي وجدي رزق من جريدة الأهرام. إيه جاي النهارده تغطي المؤتمر مخصوص من مصر؟ طبعا أنا جاي من القاهرة مخصوص عشان أعمل متابعة وتغطية للمؤتمر، على اعتباره أنه حاجة بتهم شأن العام وبتهم، وأول حاجة بعد ثورة 25 يناير بتؤدي إلى نتائج إيجابية في مشاركة الشباب في الأعمال الاقتصادية، وحاجة جديدة لأنه مسألة التعدين في بلدنا رغم ثراء مصر بالثروات التعدينية إلا أنه قبل 25 يناير لم يتم اقتحام هذا المجال بهذا الشكل. فتحية لثورة 25 يناير اللي فجرت مجالات اقتصادية كثيرة جعلت الشباب يقتحم هذه المجالات، ف كل هذه الأسباب كانت دافع أساسي لوجودنا هنا في الغردقة النهاردة لعمل متابعة للمؤتمر علشان ننقل هذا المؤتمر لكل شباب مصر بهدف تعظيم المشاركة وتعظيم الإنتاج وتعظيم الاقتصاد مصر في المستقبل إن شاء الله. شكرا. العفو.